بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما حدث. بسم الله الرحمن الرحيم. من الجنة والنار. وذلك تقديرا لعطائك الدائم والمستمر في سبيل رفعة مستوى استقبال معاقين ذهنيا. اليوم التقينا في احتفالية اختتام العام الدراسي 2022-2023 لجمعية استقبال معاقين. اليوم قدم الفريق الموسيقي بعض الفقرات الوطنية والغنائية الدينية والاجتماعية، ايضا فقرات شعرية لجسدها ابنائنا من ذوي متلازمة داون وفئات الاعاقة الذهنية. الاحتفالية تخلت توزيع شهائد النجاح والتفوق لأبنائنا اللي اجتازوا المراحل التعليمية الخاصة لهذه الشريحة، وأيضا تكريم المعلمين والمعلمات. لكم بأننا من خلال مسيرة جمعية استقبال معاقين منذ أكثر، وأيضا برامج الرعاية الطبية اللي أضفناها لشريحة المسائية، هي المؤسسة عبارة عن نادي اجتماعي ترفيهي ترويحي لشريحة. لازال أسير المنازل للأسف الشديد للمفهوم الخاطئ. على هيئة شعر، على هيئة شعارات اللي أصدقوها كانوا قادمين. المعاقين ذهنيا الخيرية في بنغازي، أن ترحب ضيوف الأكارم. في ختام العام الدراسي الشكر الموصول لأولياء أمورنا اللي اهتموا بإدماج أبنائهم في الخدمات التعليمية والتأهيلية، وأيضا شكر موصول لكل معلماتنا ومعلمينا اللي قدموا الخدمة التعليمية على مدار عام وفق الخطة التعليمية اللي بدأت في شهر سبتمبر والآن في نهاية شهر مايو نصل لمحطتنا الأخيرة. فلهم جميعا كل التحية والتقدير. سنلتقي بإذن الله تعالى في الفترة الصيفية من خلال المنتدى الصيفي السنوي اللي مارس فيه أبنائنا نشاطات صيفية ترويحية ورياضية وفنية وإبداعية، وأيضا مخيمات بحرية بعون الله.